فكرت كتير قبل ما أعمل لكم بودكاست، وعشان يكون مختلف كان لازم أوطر الضيف. إيه ده في إيه؟ أنت هتخليني أعيط دلوقتي. إحنا رجالة أوي. هو أنت ليه هادي؟ لازم ألبس نظارة. أعرف سؤال؟ عايز تعرف إيه؟ القصة ما انتهتش. لسه في البداية. حد ضحك عليك في دعاية وما ادكش فلوس. أنت مالك؟ انت اللي ما جاش في دماغك انا عملت. انا جاي لك بالجديد. ياسمين عبد العزيز هي رقم واحد في السيدات اللي على مستوى السينما، الاول ما السينما فرعت ستات يعني. وده كان رد على اهم سؤال. زعلان من باباك انه وراك الاسوأ وانت صغير؟ ينفع اخرج بره الاجابه دي؟ هتسيبه. اكتر موقف لو افتكرتيه دمعي عليه. اي حاجه تخص بابا. الشغلانه بقت مش مفهومه ولا صعبه؟ عمرها ما كانت سهله. نورين ممكن تضربي راجل؟ ممكن، بس احيانا هيكون فيه هزار وقت الفشار. طب طبعا على المصطبة. هبيع البزيزة بربع جنيه؟ هتبيع فشار؟ لا براحتك، خليك كله. هتشوفوا الضيف في البوكس في بودكاست بيج بوكس. حصري عندك على فكرة بجد. قصة الضيف. استنونا في بودكاست بيج بوكس.